مقادير عجينه الفوكاشيا هتكون 5 كوبايات من الدقيق، ومعلقتين صغيرين من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من العسل الابيض، عندنا كمان 1/2 كوباية من الميه، رشه من الملح، زيت نباتي، وكوبايتين من الميه الدافيه للعجن. المقادير دي هي مقادير العجينه، عجينه الفوكاشيا. الباقي بقى حشوات، لما نيجي نستخدمها تعالوا نقولها كلها مره واحده. عندنا حشوه فراخ، معصجين شويه فراخ بالبصل، حاطين لها شويه بقدونس وزيتون، وحشوه لحمه برضو عصاج لحمه وحاطين لها برضو شويه بقدونس وزيتون، وحشوه جبنه، جبنه فيتا على جبنه موزاريلا على بقدونس على زيتون على اي خضره انتوا بتحبوها. الوش هندهنه بالزبده او بزيت الليمون، وهنحط له روزماري، ودي المقادير بتاعتنا. الحشوات يا جماعه براحتكم تماما، لانشون، جبن، خضار، عصاج، حاجه مثلا فراخ مشويه وفاضل منها حته هقطعها وحش بيها زي ما انتوا عايزين، ومش هيفرق خالص انتوا عايزين تعملوا ايه كحشوه، بس اللي هيفرق هو العجينه. العجينه تطلع معانا مظبوطه وكله يمشي ان شاء الله. يلا بينا. عايزين الاول نجهز او ننشط الخميره، فانا عايزه اجيب ايه؟ انا هاخد شويه من مقدار الميه، مش كلها، هحط شويه من الميه هنا، وانا عايزه بس الحبه دول. هاجي في الحبه دول هحط العسل، ادوبه في الميه. العسل هيغذي الخميره، هيخليها تنشط. الخميره كائن احادي الخليه، مايكرو اورجانيزم يعني، وبينشط بالحراره، بيبدا يتكاثر بالحراره، ولما بنحط له حاجه يتغذى بيها، سكر، عسل، حاجات من النوع ده. فاللي هيحصل دلوقتي ان الخميره هتتغذى على السكر ده ومع شويه الحراره اللي موجوده، طبعا ما تكونش حراره تموتها، ما هي كائن حي قلنا، فلو الحراره عاليه قوي بتاعه الميه هتموت الخميره ومش هتنشط، لا خلاص هتبوظ مننا خالص. فعشان كده ايه؟ بنحط ميه دافيه. هندوب العسل في الميه الدافيه. وهنحط معاه الخميره. يبقى الميه الدافيه خدنا منها حبه، ما خدناهاش كلها، دوبنا فيها العسل، ودلوقتي بندوب فيها الخميره، وهنسيبهم على جنب كده ينشطوا. ينشطوا يعني ايه؟ يعني ابدا الاقي الخميره دي بتعلى، او الخليط ده بيعلى وبيعمل رغوه كده زي رغوه الكابتشينو في الكافيه، عارفين بتبقى عامله ازاي؟ هو بيبقى شبهها بالظبط. فنقلب كويس لحد ما نطمن ان الخميره دابت، مش لازم تدوب تماما، هي بعد شويه هنلاقيها دابت، وهنسيبها كده على جنب ايه؟ تنشط. ممكن تسيبوها متغطيه بكلينج فيلم او ستريتش او بلاستيك شفاف، وممكن تسيبوها مكشوفه عادي، مش هتفرق قوي بصراحه. فانا كده ايه؟ دوبت الخميره، او دوبت الخميره. ما نحطش ملح خالص يا جماعه دلوقتي، الملح مش من الحاجات من الحاجات اللي بتبطئ يعني تفاعل الخميره، فمش هنحط الملح دلوقتي خالص. انا ممكن احط على الخليط ده كمان شويه زيت زيتون. قد مثلا معلقتين كبار. هقلب كله مع بعضه. وهسيبه على جنب، على جنب كده، اشيل الحاجات الفاضيه، بقيه الميه الدافيه موجوده عندي هنا اهي. وهبدا دلوقتي احضر الخليط الجاف. طب الخليط الجاف هيكون ايه؟ ولا حاجه، ما احنا اوريدي حاطين كل حاجه في الميه. الخليط الجاف هيكون ليس اكثر من الدقيق وشويه ملح. اي معجنات في الحياه لازم تاخد ملح. الملح بيحسن من طعم المعجنات جدا، بيخلي طعمها لذيذ ومشهي، غير خالص اما ما نحطلهاش ملح، لا ما بتبقاش احلى حاجه ابدا. مقدار الدقيق، وهنستخدم هنا العجانه، طبعا تقدروا تعجنوا بايديكم مفيش ادنى مشكله. هتستخدموا لو عجانه سلاح الخطاف او الهوك اتاتشمنت، هو اللي هيكون مناسب للعجينه اللي من النوع ده. والعجينه دي يا جماعه من العجاين اللي بتبقى طريه شويه او مسيله شويه، فيها تلزيقه، وده مهم جدا، وليها طريقه معينه في العجن هوريها لكم. بس خلونا ايه، نبدا الاول نشتغل. ادي الملح، الدقيق اسفه، وادي الملح، حطيت مثلا 1/2 معلقه صغيره. لو انا بقى قلقانه من العجينه من الخميره بتاعتي، او مش عارفه هي نشطه ولا لا،
هسيبها بقى شويه واطمن انها عليت وبتاع. بس احنا لسه مستخدمين العجينه دي الخميره دي في نفس النسخ، فعارفين ان هي تمام. محضرين بها يعني من قبل الهواء، فعارفين ان الخميره كويسه وما فيهاش اي حاجه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد الخليط ده، لو انتوا قلقانين هتسيبوه لما يعمل شويه رغاوي علشان تطمنوا، وممكن ما تحطوش الزيت دلوقتي وتحطوه ساعه العجن براحتكم خالص، مش هيأثر. هنبدا دلوقتي نخلط او نعجن. العجينه طبعا مقدار الميه اللي انا حطاه عشان يدوب الخميره مش كافي، فانا محتاجه ازود ميه واحنا بنعجن، فهبدا دلوقتي ازيد الميه تدريجيا ارجوكم، لان مقدار الميه اللي بحتاجه لاي عجينه بيختلف جدا حسب درجه الرطوبه في اليوم ده ودرجه الحراره ونوع الدقيق وحاجات كتيره قوي، فما ينفعش اخد الميه كده كوبها مره واحده بكل ثقه، لا هنزل تدريجيا واشوف انا احتجت لحد ايه، احتجت زياده هزود مفيش مشكله، بس افرض زودت عمري ما هعرف انقص وباظت مني العجينه، فنكون حريصين ان احنا ننزلها دايما تدريجيا. العجينه جمعت، بصوا انا ما احتجتش مقدار الميه كامل اهو، فهو زي ما توقعت، وارد نحتاج المقدار كامل وارد لا. بصوا يا جماعه العجينه هتلاقوها طريه شويه، شايفين عجينه سايله كده شويه، مش سايله ميه طبعا ولكن طريه شويه، وانا الحقيقه افضل ان هي تكون كمان سايله شويه عن كده، فهحط لها شويه ميه صغيرين كمان، وهقعد بقى اعجن لحد ما العجينه دي تنعم وتتجانس معايا. العجينه طبعا شكلها تحفه، هوريكم دلوقتي بقى عامل ازاي، وباكد تاني ان دي عجينه مطاطيه كده وملزقه وتلزق في الايد ومسيله شويه، وكل ما هتبقى كده كل ما هتبقى احلى، وليها طريقه معينه في التعامل معاها كمان هنتكلم عنها دلوقتي. بصوا بقى احنا هنجيب بولتنا اللي هننقل فيها العجينه، البوله دي فين زيت الزيتون، هنحط فيها دهنه زيت زيتون، وعادي ادهنه بعشم مفيش مشكله خالص. هلبس جوانتي وحتى ايدي هدهنها بزيت الزيتون وانا لابسه الجوانتي، او لو بشتغل بايدي على طول ادهن ايدي نفسها عشان اعرف اتعامل مع العجينه الملزقه جدا دي. وباكد عليكم محدش ايه الشيطان يوزه ويقوم حاطط لها دقيق ويقول اصل العجينه ملزقه، لا هي لازم تبقى ملزقه. هعمل ايه؟ هاخد زيت الزيتون ده هدهن بيه البوله كلها كده، وهدهن بيه ايدي، واجي هنا بصوا بقى زيت الزيتون بيخليها تنزل من على الايد ما تلزقش فيها، وهلم العجينه كده، وعايزاكم تشوفوا هي عامله ازاي، شايفين؟ شايفين المطه دي؟ دي معناها ان احنا هناخد فوكاشيا مظبوطه جدا، لازم اشوف المطه اللي انتوا شايفينها دي. هلم كل اللي في البول وهنعمل حاجه كده حركة كل شوية هنعملها. تعملوا ايه؟ هتقوموا جايين كده مطين وجايبين على جوه، مطين وجايبين على جوه كده، كذا مرة وكل شوية، وحتى وهي بتختمر هتعملوا الحركة دي عادي. عملنا كده بس كده بصوابعنا وتسيبوها على جنب شويه، وهنيجي نعمل كده تاني. طب احنا هنسيبها على جنب كده وعادي؟ لا هغطيها طبعا، يا بفوطه مبلوله يا بستريتش اللي موجود، انا عندي استريتش اهو، وهغطيها
تماما. زي الفل بس، وهنسيبها كل شويه كده حاجه ابص لكم بص عليها واوريكم شكلها عامل ازاي، وكل شويه نقوم جايين وعاملين نفس الحركه اللي عملناها دي تاني. كل حبه هنعملها مع بعض وهوريكم، وهي كده ايه مش هتلزق في البوله ولا هتلزق في ايدي ولا هتلزق في اي حاجه عشان احط لها زيت الزيتون. بصوا زيت الزيتون خلاني اطلع كل حاجه في البوله اهي، بقت نظيفه تماما. فده بالظبط اللي احنا عايزين نشوفه. نيجي بقى هنتعامل مع العجينه دي ازاي. والله عندنا كذا طريقه، تنفع تتعمل في صينيه انجلش كيك، تنفع تتعمل في صينيه عادي مستطيله مربعه مدوره، كل ده شغال. تعالوا مثلا نعمل واحده في صينيه مدوره. عايزه بقى اوريكم بعد ما اختمرت بقى شكلها عامل ازاي. طبعا بتعلى، بتملى البوله، بتتضاعف في الحجم، وبلاقي جواها مسامات هوائيه كده، مسام وفيها هواء. ده بالظبط بالظبط اللي يوصل للفوكاشيا ناجحه. هي عجينه مساميه مش عجينه مكتومه خالص، ولازم تكون بالشكل ده. بصوا بقى هنعمل ايه. احنا عندنا حلين، يا اما نحط الحشوات دي على الوش وده مش الحل اللي انا افضله، يا اما نحطها في النص وده الحل اللي بالنسبه لي بيطلع احلى نتيجه عشان انا اعرف احمر وش الفوكاشيا تبقى مقرمشه وجميله من جوه، من بره قصدي، ومساميه وهشه من جوه. فدي العجينه بتاعتنا هنعمل فيها ايه؟ هنقسمها او هناخد منها. بصوا طريقه ازاي، بصوا وبنعمل برده كل بقى حبه بنيجي ونقوم عاملين كده كده. شايفين المطه؟ كل مرة هتمطوها كل مرة هتزيد معاكم، وده اللي هيديها المسامية اللي أنا بتكلم فيها. بنعمل إيه؟ هناخد العجينة دي كده نقسمها نصين، شايفين يا جماعة عاملة زي اللبانة. وهاجي هنا قبل ما أحطها هدهن الطبق بزيت زيتون. والعجينة بقى والفوكاشيا من سر نجاحها زيت زيتون كتير. الطبق والصواني تدهن زيت زيتون، وشها يدهن تاني زيت زيتون. ده سر نجاحها فعلا من غير اي مبالغه يعني. وبنيجي نفرد، بصوا باطراف صوابعي انا عماله افردها كده تملى البوله، وصوابعي عماله اتعلم نقر كده، صح؟ هي ده منظر الفوكاشيا، بتبقى منقره بالصوابع كده بالظبط. فافضل اعمل كده لحد ما اشوف المنظر اللي انتوا شفتوه ده. بصوا منعكشه ومنقره وملت الطبق تماما، ما نكترش في العجينه عشان هي لسه هتعلى كده. حلوه قوي. عملت بقى كده، اجي احط الحشوه بتاعتي. بصوا انا عندي هنا عصاج لحمه مفرومه بالبصل والزيتون كده، يعني هاخد منه. اعتقد ان انا اتعامل بايدي احسن عشان اوزع، وهوزع كده. عايزه اقول لكم احلى مثلا حشوه انا بحبها ليها، بحشيها شرايح طماطم عادي وجبنه فيتا وجبنه موتزاريلا واوراق ريحان، ممكن احط شويه زيت زيتون، بتبقى وزيتون كمان، بحط زيتون كلاموطة كده معاها، بتبقى حشوة جميلة جدا وبتبقى مناسبة قوي قوي للفطار. حطينا الحشوة، اعملوا كده برضو كل حاجة بأطراف صوابعكم كده، هتخلوا الحشوة تمسك في العجينة أحسن. ممكن على فكرة نحط لها كمان شوية جبنة موتزاريلا، وده اللي أنا هعمله. ممكن شيدر، يعني ايه، طبعا الفوكاشيا هي وصفه ايطاليه فبيبقى دايما اغلبيه الوقت مستخدم الموتزاريلا. وهاجي اخد بقيه العجينه وابدا كده ايه امطها على الوش. الموضوع مرن قوي يعني مفيش فيه تعقيدات خالص. بصوا بمنتهى المرونه اللي في الدنيا. هاجي اعمل ايه؟ هحط شويه زيت زيتون على الوش محترمين كده، وهبدا
أعمل الحركة اللي كنت بعملها تاني كده. نقروا جامد بعشا، منزلوا لحد تحته وقطعوها، ما تشغلوش بالكم، ده هيخليها مسامية وجميلة جدا. وادي كده أول واحدة جهزت معانا. تقدروا تحطوا على الوش بقى روزماري، ملح، أي حاجة أنتوا عايزينها. أنا بحب أحط لها رشة ملح الحقيقة، ده بيخلي طعمها جميل، وحاسة إن أنا كمان ممكن أحط لها رشة فلفل أسود هتخليها جميلة جدا. تقدروا تحطوا روزماري، أعواد كده تغرزوها فيه، زعتر، كل ده شغال. أنا هحط على وش العجينة رشة ملح صغيرة ورشة فلفل صغيرة، حاساها هتليق قوي مع اللحمه المفرومه والجبنه. ممكن نحط نعناع، ممكن نحط اي اعشاب مجففه، براحتنا تماما. وهاخدها زي ما هي كده، ادخلها فرن سخن على درجه حراره 220، الرف اللي في النص حراره من فوق وتحت، واشغل مروحه توزيع الحراره، هتطلعها لي احلى واحلى. الأحسن كمان إن أنا قبل ما أدخلها الفرن أسيبها تختمر تاني، عشان ده هيخليها أكثر مسامية وأكثر هشاشة كمان، هتبقى هشة كتير بكتير عن لو ما سبتهاش تختمر. أنا ما بعملش ده على الهواء طبعا عشان وقت البرنامج، ولكن أنتوا في البيت بعد ما تحشوها وتجهزوها وتحطوا زيت الزيتون وكل حاجة، اركنوها كده على جنب متغطية بفوطة، سيبوها تعلى شوية وبعد كده اخدوها. وعندنا فوكاشياية في الفرن، والباقي هنعمله دلوقتي مع بعض. وحاجه اخر حلاوه، هي قاعده تعلى اهو في الفرن، وطبعا زيت الزيتون اللي احنا حطيناه على الوش هيخلي وشها مقرمش واحمر كده وتحفه. تعالوا نعمل تاني واحده برضو. تعالوا بقى نستخدم حاجه غير المره اللي فاتت، استخدمنا حاجه مدوره، تعالوا نستخدم المره دي حاجه مستطيله كده وعاليه، تبقى زي ايه اللوف او زي كده الانجليش كيك، يعني نفس الشكل ده. تلت من العجينه تاني، دي طبعا احنا محضرينها من قبل الهواء وسايبينها تختمر، عشان اكيد مش هنقعد نستنى العجينه تختمر على الهواء. وتعالوا برضو نشوف اللي احنا مجهزينها من قبل كده بقى بيتعمل فيها، اللي احنا مجهزينها في الحلقه بيتعمل فيها ايه. كل شويه كل شويه هاجي كده هوريكوا حالا. الجوانتيات فيها مش مقاسي كتير على فكرة، فممكن في الفاصل نظبط ده. شكرا. يلا كل شوية والعجينة بتختمر، باجي كده افتح عليها واقوم عاملة نفس الحركة. بصوا اشد وامط والم لجوه، عملت كده مرة خلاص تمام، اضغط واغطي عليها تاني واسيبها تكمل لحد ما شوية وهرجع اعمل نفس الحركة. وده بيخليها زي ما قلت ايه، يبقى فيها مسامية وهشاشة جميلة جدا. يلا عايزين بقى نبدأ نشتغل في التانية. هنعملها بقى المرة دي زي قالب الانجليش كيك، عندي صينية اهو، ممكن طبعا تستخدموا صواني ألمونيوم، تيفال، جرانيت، براحتكم. انا بس يعني مستخدمه البايركس لانه لذيذ في اني بعرف اوريكم التفاصيل اللي بتحصل جوه ايه. فادي زيت الزيتون، وبنحط كتير مش على قد دهن، لا بنحط اكتر من اللي هنحتاجه عشان ندهن. بملى كده واحط على الجناب، ويبقى عندي شويه كمان باقيين في القاع. وهاخد جزء كده من العجينه، بصوا بتمط ازاي، افرده املى بيه القاع تماما، وهي طبعا مخمرانه ومرتاحه، فمع ضغط صوابعي دي على طول بتتفرد وتملى الصينيه. يلا تعالوا نعمل ده بعصاج الفراخ. احنا خدنا اللي فات كان بعصاج اللحمه المفرومه، عصاج فراخ اهو بالفلفل الالوان بالزيتون. وممكن بقى نعمل طبقات، تيجوا نعمل كده. يلا طبقة فراخ، وهعمل ايه دلوقتي، هحط فوقها طبقة عجينة وافرد اغطي
واعمل بصوابعي نفس الحركه، واجي احط طبقه فراخ تاني او طبقه عصاك تاني. وزع الحشوة كويس عشان ما تبقاش متكومة في مكان وفاضية في مكان تاني. واجي اخد بقية العجينة، ودي بقى اللي على الوش. فاللي على الوش بنعمل ايه؟ بنحط زيت زيتون ونلمعها ونفردها بيه. ونلم الحشوة جوه بالعجينة، هو حاجة آخر سهولة ولذاذة. ونعمل التنقير اللي بصوابعنا، بس بقت جاهزة للفرن. طبعا زي ما اتفقنا الأفضل إن احنا نسيبها تختمر شوية كمان. ولو بصيتوا كده، بصوا من الجنب ورينا يا مصطفى كده الطبق من الجنب بعد إذنك. بصوا، أيوه، طبقات أهو، طبقة حشوة، طبقة عجينة، فكل ده مع الخبز هيبقى مع بعضه كده ايه، داخل ومتداخل، وهتبقى جميلة جدا جدا جدا. هنيجي دلوقتي ندخلها الفرن، برضو فرن درجة حرارته 200-220، الفرن طبعا سخن، وهندخلها تتخبز في الرف اللي في النص، درجة حرارة 220 زي ما قلنا، حرارة من فوق وتحت. ولو في مروحة توزيع حرارة هنشغلها. تعالوا نعمل الخلطة بتاعة الجبنة. خلطة الجبنة، نجيب شوكة عشان نعرف نهرس الجبنة براحتنا. أنا ما حطيتش على اللي بالفراخ موتزاريلا، تقدروا تحطوا طبعا لو عايزين. هنحط كده الجبنة البيضة معاها الموتزاريلا، معاها شوية بقدونس، معاها شوية زيتون أخضر، وشوية زيتون أسود، ونخلط كل ده مع بعضه. ممكن تحطوا شوية زيت زيتون، بس أنا شايفة إن مفيش داعي، يعني إحنا كده كده بنحط في العجينة زيت زيتون كتير فكفاية. بالشوكة كده بس طروا الجبنة البيضة، أي جبنة بيضة على فكرة، مش لازم أي حاجة من اللي أنا مستخدماه، براحتكم. نقلب كويس، وبقى عندنا أهو الخليط جاهز. مش محتاج طبعا نحط له ملح خالص، لان كل الجبن اللي احنا مستخدمينها فيها ملح، ده غير ان احنا اصلا حاطين زيتون، فهو يعني الموضوع مش محتاج ملح ابدا. وكده خلطة الجبنة جاهزة. هشيل الحاجات الفاضية وامسح مكاني، ونيجي نكمل. يلا بينا. طبق بايركس برضو او صينية زي ما تحبوا، كله شغال. وبرضو نلبس الجوانتي عشان هنشتغل بايدينا. نفس اللي عملناه بالظبط، زيت زيتون بكمية كبيرة في القاع ايه الفرن. بص، الله الله الله، بص المنظر تحفة. هي لازم وشها يكون كده يا جماعة، واغمق كمان من كده مفيش مشكلة. وهتلاحظوا ان من جوه بصوا عليت ازاي ومسامية ازاي، ده بالظبط اللي انا عايزة اشوفه. هوطي عليها بقى شوية عشان اضمن انها بتستوي كويس من جوه وبره، وبتاخد القرمشة اللي انا عايزاها من بره كويس. وتحت برضو عيني معاها زيت زيتون، ونمشي في الطبق لحد ما ندهنه كله. هاخد العجينة اللي اختمرت،
وهنعمل برضو طبقتين. ادي نص العجينة نفرد، فردتين كده ضغطتين بنلاقيها بقت ايه، زي حتة القماشة كده الطرية بتتفرد معانا زي ما احنا عايزين بالظبط. والتنقير بأطراف صوابعنا كده. يلا هاخد الحشوة هوزعها بإيدي عادي، دي نظيفة. جبنة بتسيح جزء منها فما يغركوش ان منظرها كتير، هي هتسيح وتمط وتبقى تحفة، وبتبقى بقى كأنكوا عاملين ايه، ساندوتش، بس ساندوتش يعني مش عادي بصراحة، ساندوتش جبنة بس يعني مش ساندوتش جبنة عادي خالص، لا ده مقرمش من بره ومسامي من جوه واخد طعم زيت الزيتون وحاجة اخر لذيذة يعني. بس كده وهاخد بقية العجينة وافرد على الوش، هفرد كده فرد مبدئي، بعد كده زيت الزيتون هيساعدني اكمل في ثواني. نعم ايه حالا، بس نفرد الوش ده، هعمل كده وبرضه اهو بايدي، بصوا الموضوع بيمشي معايا سهل خالص، حاجة اتقطعت يا جماعة على الوش ولا ايتها مشكلة، عادي جدا. نلم الاطراف كده على بعضيها فخلاص تبقى الحشوة جوه، وبرضو زيت الزيتون اهم لمع الوش، وهاجي واعمل نفس النقر. عنديش اي مشكلة ان الحشوة تطلع على فكرة خالص، ولا على الجنب ولا على وش ولا اي حاجة، بالعكس ده بيخليها تحفة بالشكل ده. وهي كده غرقانة زيت زيتون وهتدخل الفرن عدل ان شاء الله. نلحق نطلعها الساعة كام؟ انا مش شايفة خالص. 2:57 ماشي ان شاء الله نلحق. سلام على المنظر. وهناخد هذه القمر، انا بس عايزه الم اطرافها كده اظبطها. يلا بينا همسح الاطراف بس عشان الطبق لما يطلع كده من الفرن يبقى نظيف وظريف. وهدخلها تتخبز برضو في درجه حراره 200-220، برضو حراره من فوق وتحت، وبرضو لو عندي مروحة توزيع حرارة طبعا أشغلها عشان توزع لي الحرارة أحسن والحاجة تستوي مظبوط أكتر. كده إحنا جاهزين لسوى دي كمان، وكده نبقى عملنا ثلاث أنواع من نفس عجينة الفوكاشيا اللي اتعلمنا التكنيك بتاعها والطريقة بتاعتها. وطبعا هي بتتعمل سادة برضو يعني ممكن من غير كل الحشوات دي، بس العجينة وعلى الوش كده رشة ملح خشن وأوراق روزماري تحفة. يلا بينا. بس احنا حبينا نغير الموضوع، الفوكاشيا المحشيه ده طالع ترند، نور اكتشفتها فقالت لي تعالي نعملها، قلت لها يلا بينا يلا بينا، عجبتني جدا فكانت فكره جميله قوي بصراحه. في حاجات مجهزينها من قبل الحلقه وفي حاجات عاملينها في الحلقه، هنشوف الاثنين وهنقطع اللي عاملينها في الحلقه بس تبرد شويه عشان تبقوا مطمنين برضو، نعرف الحاجه اللي بتتعمل قدامكم بتطمن اكتر.
دول ثلاث انواع نفس بالظبط اللي احنا عاملينه بالحلقه، عصاج فراخ عصاج لحمه وجبن، ودي اللي احنا عاملينها في الحلقه كانت بعصاج لحمه لو انا فاكره صح. تعالوا نشوف بقى كمان عندنا في الفرن، بس واحده انا لقيت لونها كده فاتح من الجنب فدخلتها تاخد شويه لون، والفراخ اللي احنا عاملينها تحت طبقات اهي شكلها تحفه، مش عارفه هتعرفوا تجيبوها ولا. ايوه شايفين جميله ازاي، واللون اللي هي عليه دلوقتي هو اللون الحلو يعني اللي بيدي وش مقرمش وجميل. تعالوا كده ايه نبدا نقدم. احنا ما عندناش بورد مدوره، طب ما تجيبوا تبعتوها. يلا تعالوا كده ايه نبدا نقلبهم. هسيب انا دي شويه عشان دي سخنه جدا، طبعا المفروض قبل ما نقلبها نسيبها تبرد تماما وتروح منها الحراره، تبقى في حراره الغرفه ما تبقاش فيها بخار ولا سخنه ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ممكن اقدمها زي ما هي كده، بس انا عايزه اوريكم شكلها. بصوا جميله ازاي واتقلبت معانا بمنتهى السلاسه اللي في الحياه، وطبعا ينفع تسيبوها في الطبق البايركس زي ما هي وتقدموها فيه مفيش مشكله خالص. ادي واحده قلبناها وجاهزه معانا. تعالوا نشوف تاني عندنا ايه. نجيب بس بورد حجمها مناسب، انا حاسه دي ممكن. يلا وهي ايه سخنين شويه على ايدي شويه صغيرين، فخلوني البس جوانتي عشان ما تلسعش. يعني الجوانتي ده مش حراري طبعا، بس هو بيحمي برضو شويه من الحراره، بيعمل حاجز يعني بين الايد والسخونه، فايه الواحد ما بيتلسعش قوي يعني بيبقى حاسس بالحراره من غير لسعه. واحده على قد دي ممكن اي واحده فيهم تنقل، الكبيره الاكبر. يلا بينا. وعايزه اطلع برضو اللي في الفرن اللي انا عاملاها، شكلها تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بصوا شكلها عامل ازاي، استنى استنى بصوا تعالوا وروها للناس تاني. بصوا جنبها حمرا ازاي وباين جدا العجينه عليت قد ايه ومساميه قد ايه والطبقات واللون كل حاجه. عشان كده انا حبيت اسولكم في البايركس ده عشان تشوفوا بعينكم هي عامله ازاي. وبصوا الوش ناشف، هي وشها لازم يبقى كده، وهي بتبقى هشه وطريه جدا من جوه ووشها مقرمش كده. فادي اتنين جاهزين، وادي هنقلب دلوقتي اللي عملناها على الهوا برضو. يعني هديت شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا انا ما عملتش الجناب، بنحتاج بس نمشي كده بالسكينه في الجناب عشان لو حاجه ماسكه كده ولا كده نفكها فنعرف نقلبها على طول. احيانا طبعا طرف الحشوه ممكن يمسك حته جبنه كده ولا كده، ممكن من تحت برضو نلاقيها ماسكه، بس احنا كده كده عاملينها في طبق بايركس. بصوا ده بقى ايه مسكت من النص ليه، عشان انا لسه سخنه، وهي طبعا مش المفروض اقلبها وهي سخنه، بس الحاجات دي في المعجنات مفيش فيها مشاكل خالص، هناخدها كده اهو ونحطها ولا اي مشكله. عشان كده بنقول دايما ان المعجنات سواء عيش او فوكاشيا او اي حاجه بنستنى نقلبها بعد ما تبرد تماما، عشان البخار اللي بيبقى موجود في الطبق هو اللي بيخلي حاجات زي دي تحصل. هاجي كده بايدي بالراحه خالص واقوم قلباها وحطاها على بورد التقديم. هقطعها لكم دي وهوريها لكم عشان تشوفوا اللي احنا عاملينها على الهوا بعينيكم هي طالعه ازاي ومظبوطه ازاي، عشان ما حدش يقلق انه ينفذ الحاجه في البيت. ماشي عندنا ايه تاني يا ساره؟ عندنا الكبيره دي عايزين نقلبها كمان. انا جبت لها البورد الكبيره دي، انا مش فاكره احنا فكينا دي علي احمرت مننا شويه زياده، فبرضه ده عادي ما فيش فيه مشكله، درجه اللون اصلا بذوقكم يعني زي ما كل واحد بيحب. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سخنه شويه، شايفين طالع منها بخار قد ايه. كل ده انا مش المفروض اعمله، المفروض اقلبها بعد ما تكون بردت تماما، بس زي ما قلت لكم انا ببقى عايزه اوريكم على الهوا اللي احنا عملناه شكله عامل ازاي، واقلب الحاجه قدامكم على الهوا كده عشان تشوفوا الخطوات بس معايا. فبنتجاوز ونعمل بعض ايه الحاجات اللي مش المفروض نعملها. بصوا جميله ازاي،
يلا تعالوا نرص بقى رصتنا الحلوة. وعندنا هنا واحدة هحط جنبيها واحدة تانية دلوقتي، ودي اللي انا عاملاها في الحلقة برضو، لو عايزة اقلبها اقلبها، بس دي بصراحة سخنة مولعة، انا واثقة ان انا لو قلبتها ممكن تكون ماسكة من النص، فهسيبها تبرد، وهي كده كده في طبق بايركس فانتوا شايفين، وانا كده كده وريتكم برضو اتنين، فهسيبها سخنة جدا بصراحة، فهسيبها زي ما هي كده عشان ما بوظهاش حرام. في واحدة كان جنبها كده مش اخد لون ومش عاجبني، فانا دخلتها الفرن جنبها ياخد لون شوية. ايوه كده احسن كتير. وهقدمها دلوقتي، دي من اللي احنا عاملينهم قبل الهوا. الصينية طبعا سخنة مولعة. يعني انا حاسه ان انا هبوظها او بوظتها بمعنى اصح، عشان بعمل فيها كده وهي سخنه قوي، فانا هخليها كده ايه، بس يعني هحطها، بس طبعا هو اللي انا بعمله ده الافضل انكم تصبروا زي ما قلت لحد ما ايه تبرد. يلا بينا، عايزه اقطع لكم واحده اوريكم من جوه شكلها بيبقى عامل ازاي، واوريكم قد ايه بتبقى جميله. تعالوا نقطع اللي احنا عاملينها على الهواء. طبعا دي العجينه، وزي ما انتم شايفين هي عماله تملى الطبق وتزيد في الحجم، لسه طبعا ما اختمرتش تماما، بس هي في الطريق لانها تختمر تماما، وكل شويه بنيجي ونديها الثانيه اللي احنا عملناها. هقطع واحده، قولوا لي اقطع فين عشان تشوفوني. هنا تمام؟ يلا. دي احنا عاملينها في الهواء. طبعا سكينه مشرشره هي احسن حاجه. ووارد طبعا تبقى لسه طريه شويه من جوه، ما خدتش الهشاشان الكافي بتاعها، لان احنا مطلعينها وهي سخنه وقلبنا وهي سخنه، وما اديناهاش حتى فرصه تبرد. بصوا الحشوه جوه والعجينه، طبعا ايه الرطوبه اللي في العجينه دي بتروح لما تبرد، بس انا كنت عايزه اوريكم هي بتطلع شكلها عامل ازاي. بصوا الجمال، بصوا من تحت اللون تحفة. تعالوا كده ايه، روعة. فطار، نادي، تمرين، قاعدين على البحر، عشاء خفيف بالليل، جميلة جمال ملوش مثال، جميلة جدا بجد حقيقي يعني. والحشوه تحفه اللي على الصاج بالفلفل وبكل حاجه، جميل قوي. فادي كده اللي احنا عاملينها على الهواء. تيجوا نقطع واحده ثانيه كمان نشوف، تعالوا نجرب نقطع حته كمان. تعالوا مثلا نقطع حته من دي اللي سبناها بقى تبرد براحتها، مش براحتها قوي يعني، بس اكتر من اللي على الهواء. الحشوه جوه والعجينه مظبوطه جدا وزي الفل، تجنن. هخليها كده عشان تشوفوها، وخلونا نقلبها على الحتة المقطوعة عشان برضو تشوفوها. ودي كده كانت الفوكاشيا المحشية. تقدروا بقى تنوعوا في الحشوات بمزاجكم، تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. حاجة كمان ممكن تعملوها لو انتوا حابين، ممكن الفوكاشيا اول ما تطلع من الفرن وهي سخنه كده ودافيه، نقوم ناخد كده ايه شويه زيت زيتون، ونقوم ايه ملمعينها كده. بيخلي طعمها تحفه وبيديها لمعه جميله جدا جدا جدا. نقدر نعمل كده ونقدر نسيبها زي ما هي عادي. انا هعمل يعني هسيب كده وهسيب كده، تلميعه خفيفه بس. الناس كمان اللي بتحب طعم زيت الزيتون هتحب قوي انها تعمل التلميعه البسيطه دي بس كده، ونقدمها بالهنا والشفا. نقدر نعملها بكميه يا جماعه، ونشيلها في الفريزر تطلع على التسخين
مفيش مشكلة أبدا، ونقدر نعمل منها حاجات كتيرة جدا هتبقى جميلة، وأفكار حشوات كتير هتبقى حلوة قوي. صحة وهنا يا رب عليكم، وإن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، أتمنى أنكم تجربوها.